مو أساسية صراحة، بس هي تفيدكم حياتكم العملية إن شاء الله. وأنا أكثر من مرة قلت لكم شباب، المواضيع اللي نحكي بيها هي أغلبها راح تمر عليكم اليوم، جزء من مواضيع هذا الموضوع، أو هو هذا الموضوع نفسه راح تشوفونه بحياتكم العملية تقريبا بنسبة جيدة، يعني لا بأس بها. ما أقول لكم أنا مثل المواضيع اللي حكيناها سابقا مثل الكونستبيشن أو الدياري أو الابتكار السري، اللي هي جزء ديلي تقدر تمر تتعامل وياها. موضوع التي بي مشكلة عالمية صراحة، ومرات يعني العلاج أو شيء ما يحتاج يعني قرار ل يعني طبيب استوى متخرج، مرات العلاجات يحتاج أخصائيين، أو مرات يحتاج ناس يداومون بهاي مراكز التدرن أو غيرها لفترة طويلة، حتى لو وإن كانوا ممارسين، لأنه في بعض الممارسين يداومون بمراكز التدرن. فموضوع التي بي هو موضوع يعني شائع، ما أقول لكم قليل أو ما موجود أو شيء شائع، لكن أنه أنت الصادفة فهذا أو شيء طبيعي، لكن أنه أنت تكتب له علاج هذا الشيء اللي أنا الصراحة جاي أشوفه قليل. ومثل ما قلت لكم، هو مو مثل المواضيع الباقية اللي تكلمنا بها، أنه تقدر أنت اليوم كطالب إذا أخذت المحاضرة تقدر تصير عندك معلومة، أو باك جراوند تقدر يعني تتخذ قرار بعد ما تتخرج مباشرة إذا أنت مقيم دوري أو بعدك طبيب تدرج تتخذ هاي القرارات، لأنه تعتبر هذا جزء من عملك. التي بي لا، التي بي والليبروسي، طبعا الليبروسي بدأ يعني ينقرض نهائيا، لكن التي بي موجود بكميات هائلة والإصابات كل شوي، وهاي المناطق الشرق أوسط طبعا هي من المناطق اللي موجود بها لحد الآن، تقريبا بالغرب بدأ يقل درجة كبيرة جدا يعني، أوكي، لكن هاي مناطقنا الشرق أوسطية موجود بها. ويمكن قبل يجوز 50 أو 60 سنة أو 70 سنة كان التي بي أو التدرن أو السلم مثل ما يسمى واحد من الأسباب الرئيسية للوفيات كل شوي، خاصة بالعراق، أوكي، وخاصة بالمناطق الريفية، المناطق اللي الغير حضرية. الأسباب هواي، كل شوي من عندها، أنه أول شيء الأدوية اكتشافها كان قليل، الفاكسينيشن ما كان متوفر بصورة عامة، الثقافة العامة اللي تعرفون أكو يعني ثقافة الانتشار المرض داخل العائلة نفسها، البروفيلاكسيس أو غيرها. لكن الصراحة وموضوع مهم أنا أشوفه، وإحنا يعني كطبيب شفت هواي كيسات، ومرات أشوفه كراديولوجي أشوف التي بي بالمفراس بالأشعة وغيرها، أوكي. فاليوم راح نتحدث عن هذا الموضوع إن شاء الله. ما أريد فد شيء بسيط يعني ملاحظات عنه. الماكوبكتيريوم تي بي طبعا هي واحدة من الجروب، هو الماكوبكتيريا اللي يسوي مجموعة من الأمراض، مثل تسوي يعني إصابات بالرئة وإصابات بالجنيتور تراك والسكريتور والمننجيز. هاي أكثر مكانات يعني التي بي موجود بها، لكن أكثر مكان مشهور هو الرئة. وإذا يعني نتذكر إحنا خلال الإعدادية وخلال يعني طول دراستنا، كانت يعني بمخيلتنا انه الناس اللي يكحون دم اللي يصير عندهم الموكتسز هم هذول الناس مصابين بالتي بي، اوكي. طبعا حوالي يعني يقدرون بالعالم انه سنويا 9 ملايين اصابه بالتي بي تسجل. طبعا واحده من البلدان اللي ينتشر بها التي بي، وانا شفتها لانه سافرت هناك واخذت فترات طويله، هو الهند. طبعا من الدول الهند وبنغلاديش وباكستان
ذن الدول تقريبا، لأنه دول يعني صح متحضرة يجوز تصنيفها هذا، بس لكن بعض يعني كثير من الشعب هم دون مستوى الفقر أو دون حياتهم المعيشية صعبة، فالتي بي ينتشر طبعا عندهم بصورة مهولة، فيسجل سنويا 9 ملايين حالة. يعني من معدل الوفيات يعني 1,000,000 حالة سنويا، وأنا ما أقصد من 9 ملايين، 9 ملايين يسجل كل سنة إضافي يعني غير الكيسات الموجودة أساسا، و1,000,000 طبعا دول وفيات من عنده، يعني فد شيء رقم مهول من حالات الوفيات بسبب التدرن أو السل الرئوي. أوكي، العلاج للتي بي أو أي نوع طبعا الميكوبكتيريا، تعرفون أكو أنواع عندنا الميكوبكتيريا، وواحدة من عندها اللي تسوي ليبروس الميكوبكتيريا ليبري. طبعا مشكلته أنه يعني ليش احنا ما نقدر نقضي على التي بي قضاء نهائي ونتخلص من هاي الباسيلاي اللي هي موجودة ونمنع انتشارها، مثل كثير من الأمراض انقضى عليها مثل الجدري والطاعون وغيرها اللي كانت تفتك بالبشرية خلال سنين طويلة، لكن يعني نسمع عنها ونسمع عن الطاعون وغيره وغيره، ولكن العالم قدر يقضى عليه. مشكلة التي بي طبعا ويعني استمراريته وبقاء هاي مئات السنين انه التوبركلو باسيلاي او تي بي باسيلاي بعضها اكسترا سيلورا، يعني الاكتيفيتي مالتها والميتابوليك اكتيفيتي مالتها هي اكسترا سيلولار، يعني تقدر تعيش خارج الخليه مو مثل باقي الأنواع البكتيرية ما تقدر تعيش إلا انترا سيلور. اثنين شو اسمه تبقى ان اكتف داخل الجيزيوس ماتيريال، يعني التشو اللي يصير بيه نكروسيس تبقى ان اكتف، بس مجرد ما طبعا مجرد ما يعني يصير لها المجال راح ترجع مباشرة وتصبح هي اكتف سبستانس او اكتف باسيلاي. ومثالها اذا تذكرون دائما معلومة كنا نحكيها او تسمعون بها خلال هسه ان شاء الله دراستكم كلها، انه بعض المصابين بالتي بي بالتدرن بعضهم يعني واحدة من حالات التشخيص عندهم انه يعانون من كافيتي موجودة وين؟ باللانك. اوكي، هاي الكافيتي هي المرات يجوز هي ان اكتف فورم، يعني الباسيلاي موجوده بها نكروس صار وتشو هذا ودخلت بالان اكتف فورم، مجرد ما يعني تنفتح هاي الكافيتي او شو اسمه او تنطلق الباسيلاي وكانه رجعت من جديد وصارت ري اكتيفيشن صار لها. فهاي مشكله حقيقيه بالنسبه لهم، ليش ما يحاولون يقضون عليها؟ يبقى هذا النيكروتيك تيشو هو المشكلة الحقيقية بأنه يعيد الاكتيفيتي مالت التيوبركل باسيلاي. الاثنين البكتيريا ريزيستنس، طبعا عندها ريزيستنس عالي جدا عالي، والسبب الأسباب هواي كلش من عندها، أنه هي الوول مالتها الجدار مالتها جدار معقد جدا، بحيث انه من الصعوبه تقدر تخترق يعني الدراجز، ولهذا اكو يعني رجيمات مال الدراجز تعتمد على كومبينيشن اوف مور ذان يعني 2 تو 3 دراجز، حتى مرات توصل هاي الى 4. عندنا مشكله ثانيه اللي نعاني من عندها انه الاورجانيزم يعني النمو مالتها بطيء، ولهالسبب هذا نحتاج بين 6 إلى 24 شهر للعلاج. وهاي المعلومة راح تتذكروها، أنه أغلب الناس اللي عندهم مشاكل أو عندهم حالات إصابات بالتدرج يحتاجون من 6 شهور إلى سنتين للعلاج، وهاي فترة كلش طويلة
طبعا المريض راح يعاني من عندها، وال يعني طول هاي الفترة. وتعرف هو المريض مريض التيبي، يعني كثير من عندهم هم من الناس اللي لو educated، لأنه الإصابة بالتيبي تحتاج أنه أغلبهم يعيشون بمناطق رطبة عالية الرطوبة طبعا، وهاي طبعا أغلبها متوفرة عندنا باعتبار أنه إحنا نمر يعني بأجواء رطبة بسبب يعني قربنا للخليج. اثنين التغذية السيئة، يعني هم أصلا تلقاهم بور أغلبهم، هم دول الناس المصابين بالتدرن، يعني ما تلقى الناس الهاي كلاس أو الجسمة أو العايشين بمساحات كبيرة أو فضاءات كبيرة أو مناطق مرتبة. فشيء أكيد. أو ثلاثة، تلقى المريض اللي عنده أساسا تي بي هو أصلا تلقى واحد من العائلة مصاب بتي بي، خاصة كبار السن، وذولا يعني من يصابون تلقى عملية التعامل وياهم بدون وقاية وبدون حذر. فشيء أكيد هم يعني، فأنت مثل هيك شخص راح تعاني وياه كذلك بالعلاج، بالعلاج هم راح تعاني وياه. فأنت شلون تقدر تعالجه وأنت تحتاج بين 6 أشهر إلى سنتين من العلاج؟ أوكي. طبعا أنا يعني ردت أتكلم شوية نبذة تاريخية عنه، وإذا تذكرون هي طبعا الكيبي من بدأ يغزو العالم، قدر عالم من العلماء اللي هو روبرت كوخ، وإذا تذكرون اسمها عصيات كوخ، إذا تذكروها هذه العصيات كوخ. العفو، العالم هذا هو اللي أول من اكتشف العصيات المسببة للتدرن، فلهالسبب هذا سميت بعصيات كوخ. أوكي. وهذا المصطلح متردد عندنا هواي، حتى يمكن بالإعدادية أو بالمتوسطة أو غيره. وكان هذا الحدث طبعا 1882، أكو مناسبة يحتفلون بها عالميا، هو اليوم العالمي لمكافحة التدرن أو السل الرئوي بيوم ميلاد هذا العالم. أوكي. بعد من الهستري مالته، أكو علماء اثنين طبعا، كان واحد من عندهم والثاني اسمه كميل جيران، اللي هم اكتشفوا البي سي جي، وهذا اللقاح يعني أغلبنا يعني الموجودين ماخذين جرح هذا اللقاح. هذا اللقاح طبعا ينوخذ بعد الولادة مباشرة، اللقاح بي سي جي، وقليل قليل جدا نادرا ما أنه يعني واحد ما ياخذ هذا اللقاح، لأسباب هواية، أنه حتى شهادة الميلاد ما تطلع إذا ما تاخذ لقاح البي سي جي. وسمي يعني طبعا سمي على هالعلماء الاثنين اللي هي باسيلاي كانميت اند جيران. ويعني قصة طويلة واكتشافهم طويل، واحد من عندهم طبيب بيطرة طبعا. اوكي. ويمكن صار الحدث هو 1919، طبعا هو أهم حدث عالمي يعني مو سهل، لأنه قضى واحد على مرض من الأمراض اللي كان يفتك بالملايين سنويا بذاك الزمن، اللي أعداد البشر بها أقل من هسه حاليا، كان يفتك ملايين البشر بأوروبا وأمريكا، هاي البلدان نعتبرها متحضرة. طبعا هذا يعني شوية جبت صور من عتد، إذا هاي الصورة المشهورة ودائما راح أشوفوها بالامتحانات، وراح تنسألون بيها الأكس راي اللي مريض عنده تدرن، وتشوف شنو موجود بها، واللي هي الباتشي اوباسيتي الموجودة، او الكافيتري ليجن المعروف اللي موجود بالابيكال سيجمنت اوف اور لوب، او الباتشي اوباسيتي الموجودة بالميدل لوب، برايت ميدل لوب اللي يحبها، والميدل او لاترال سيجمنت بوستيرير، وكذلك يعني السايت مالته هذا المشهور. كذلك عندنا احنا تي بي ما راح يقتصر على الرئة، عندنا تيبي بالليف نوت، وهذا مثال عنه بسيط. كتيبي سباين هم حالاته هواي تجي بعض المرضى انه عندهم تيبي سباين، واحد من الاسباب اللي يسوي كايفوسكوليوسيس، يعني دول يتحدبون بسبب هذا الشيء. وهاي صورة طبعا للام ار اي،
نفس المريض تشوفون اكو يعني تو فيرتبرال بودي افكتد باي ات، هو اكو تي بي ابسس اللي هو الابسس المشهور المعروف. التي بي كذلك يصيب المننجيز والبرين، وهنا نشوف حاله من حالات تي بي مننجايتس. من الصفات المشهوره بها مشهور بها التي بي هو الكالسيفيكيشن، ومثل ما قلت لكم انه التي بي يدخل مرات مراحل، يعني يصير يسوي بها نكروسيز ونكروتيك تشو، هذا النكروتيك تشو يصير كالسيفايد، فعلامه من علامات التي بي. طبعا عمليه التشخيص للتي بي هي عمليه بسيطه. طبعا احنا حاليا يعني الاكس راي يعني مهمة جدا، مهمة لتشخيص المرضى، بعدها يجي المفراس، وكذلك نستخدم يعني مثل ما نقول نقدر نسميها الإيميجينج موديلتيز تو دايجنوزس تي بي، اللي تشمل الإكس راي، تشمل السي تي سكان وغيرها. أوكي، بعد الدايجنوزس الدايجنوزس عندنا الأسيد فاست باسيلاي اللي هي فور سبيوتوم، يعني المريض نقول له قح، خاصة إذا عندنا إحنا شكينا إنه هذا المريض يقول له كان صار لي فترة كور أقح دم أو بلغم به خيط دم يعني هيموبتيسيس. فمثل هيك مرضى إحنا نحتاج لهم فتش تشخيص خاص اللي هو اسمه أسيد فاست باسيلاي، وراح يمر عليكم أكيد أو مر عليكم مر عليكم بالهستوباثولوجي وغيرها. اوكي، بعدها طبعا يعني التحاليل موجوده هواي، بس لاني اشهر اثنين اسبريشن طبعا مرات، لانه بعض المرضى يصير عندهم بلورال فيوجن فنحتاج اسبريشن، ونقدر نشوف الباسيلاي اذا احتاجين بايوبسي مباشره، اذا عندنا الفنود نقدر ناخذ من الفنود نفسها. اوكي، اكو معلومات عامة انا احب احكيها عن التي بي ثيرابي، ومثل ما قلت لكم وعرجت عليها قبل شوية، انه قلت انه التي بي ما تقدر تعالج بسنجل دراج، لانه مشاكل يعني مشاكل كلش هواي، ومقاومة خلايا ومقاومة الباسيلاي للدراجز تصير يخلي عندها ريزيستنت عالي، وهاي الريزيستنت انا ما اريد اخلقها بداخل هاي التي بي باسيلاي، لانه يجوز انا باشر عقب اجرب نوع ثاني من الادويه بعد ما راح يفيد وياها، فحتى هيج احتاج تو ات ليست تو من الفيرست لاين. اثنين عندي التريتمنت لازم قلت لكم ياخذ فترات من 6 الى 24 شهر، وعندي مشكلة حقيقية أنه البور بيشت يعني كوبراتيف مالته، اللي هي هذه سبب رئيسي من عندنا فشل العلاج. بعض الحالات طبعا نشوف أنه عندنا مشاكل كسايد افكت، هاي سايد افكت هم راح تخلق لي مشاكل بمطاوعة المريض لأخذ العلاج، لأنه أنت من تستخدم الرجيم على أقل اثنين أدوية، على الأقل اثنين أدوية طبعا بها سايد افكت عالي، وهي سايد افكت نتيجة أنه المريض ما راح يتعاون وياك بأخذ العلاج كامل. يعني هذا مثال بسيط طبعا، أو صورة ردت أراويكم إياها شلون عملية انتقال التي بي من شخص إلى شخص. طبعا قلت لكم شفنا حالات كل نشوف يعني هسه ان شاء الله بحياتكم العمليه راح تشوفون كلش حالات هواي من التي بي، بس التعامل وياها يحتاج يعني اخصائي، او مرات يحتاج ناس عاملين اساسا بهاي مراكز التدرب. كثير من الاطباء طبعا اللي ما يتوفقون ويروحون يكملون دراسه، بعضهم يروحون يداومون كتدرج، والتدرج يداومون بمراكز اسمها مراكز التدرب، وهي موجودة طبعا منتشرة في محافظات العراق، لأن احنا ما خلصانين المرض لحد الآن، يعني من الدول اللي جاي نسجل إصابات
بتدرون، انا قلت لكم واحد من الناس جاي يشوف حالات هواي. طبعا هذا هو مثال لهاي العصيات اللي اسمها عصيات كوخ مثل ما سميناها، واللي هي تيوبر كروس باسيلاي، واللي تتميز بانه عندها جدار سميك، وهذا الجدار يحتوي على ليبيد وغيرها وغيرها، وهذا صعوبة باختراقه عن طريق الأدوية اللي نعطيها. بالإضافة لذلك عنده قابلية بالدي ان اي بوليمريز مالته، والعفو الار ان اي بوليمريز والدي ان اي مالته، انه ورا فترة يعني قليلة يقدر يكيف نفسه ويغير شكله بحيث يقدر يقاوم الأدوية اللي جاي تجي واللي تشتغل على الار ان اي بوليمريز، اوكي، او الدي ان اي. فلهالسبب هذا نحتاج يعني انه نضبط الرجيم حتى ما تصير عندنا مشاكل اضافيه بسبب التغيرات التركيبيه اللي تصير بداخل هاي العصيات حتى تخليها تقاوم العلاج، اوكي. عندنا طبعا احنا هنا تو لاينز اوف تريتمنت، الفيرست لاين كلش مهم بالنسبه لنا، السكند لاين يعني مثل ما نقول يعني راح نقلل التركيز عليه، بس الفيرست لاين هو اهم شيء عندنا بالانتي تيوبركلوس دراجز. قلنا راح نحكي على خمس ادويه، خمس ادويه مشهوره معروفه، منتم راح يعني بحياتكم اليوميه او خلال ان شاء الله ما تكملون الكليه وتبدون كاطباء مقيمين وغيرها راح تشوفون هاي الأدوية أو تعرفون عليها عن طريق المريض نفسه مرات أو عن طريق المركز اللي يداومون بيه حتى تكتبون العلاج، لأنه هاي الأدوية هي تقريبا يعني شبه متخصصة بمرضى التي بي. طبعا الأدوية أشهرهم طبعا هنا مثل ما قلت لكم خمسة، الفيرست لاين من أشهرهم هو أيزونيازايد الاي ان اتش نسميه، والرفامبسين، والايثامبتول، والبايريزيناميد، والستربتومايسين. هاي الادويه تنحفظ، هاي يعني المفروض كل يعني الطبيب بعد ما يتخرج من يجي المريض مثلا ويقول له دكتور انا عندي تدرن وجاي اخذ هذا العلاج او هذا الادويه، يعرف شنو ياخذ المريض، لأنه غير ذني بصعوبة يعني المريض يتعالج بالتي بي، وتلقاه ياخذ نوعين أو ثلاثة، أوكي، أو مرات حتى يوصل إلى مثل ما قلت لكم أربعة. فهن خمس أدوية مشهورات معروفات، مرضى التدرب كلهم يعرفون، هم يقولوا لك دكتور احنا ناخذهن على شكل وجبات، لأنه راح يسوي دفتر، وهذا الدفتر يروح ب كل شهر يستلم الوجبة مالته، وقلت لكم فترة العلاج طويلة من 6 أشهر إلى 24 شهر، فمن المخجل والمعيب أنه المريض يعرف عن علاجه أكثر مما تعرف أنت، وكأنه مريض ضغط ومريض سكر، فأنت نفس الشيء هم معلومتك تكون عن الأدوية اللي استخدمها هي معلومة وافية وكافية بالنسبة للمريض. من يقول لك أنا دكتور أخذ هذا الدواء وهذا الدواء وراواك إياه، شفت رفان بسين وياخذ عينك سويه مثلا، يقول له هذا زين، شنو الاعراض اللي يصير عندك، شنو السايد افكت اللي جاي يصير عندك من الريفامبسين، اكو مشاكل عندك بالكبد، يعني انت المفروض عارف المعلومه وفاهم هذا الشيء، خاصه للناس البسطاء اللي هم قلت لكم اللي اكثر اصابات عندهم تصير، الناس الهاي الادوكيتد يعني من الصعوبه انه يصير عندهم اصابات بالتدرن، اوكي، ويعني شايفيها بس بقله، اوكي. فنجي لاشهر واحد اللي هو الايزونيازايد الاي ان اتش، الميكانيزم مالته بسيطه كلش، طبعا هو يعني انالوج مال فيتامين بي 6 اللي هو البايرودوكسين، وبرود دراجز راح يصير الاكتيفيشن بالمايكوبكتيريوم يعني داخل المايكوبكتيريوم، اوكي، يتحول الى اكتيف متابولايت، هاي الاكتيف متابولايت تروح الى اسيد اسمه الميكوليك اسيد، هذا الميكوليك اسيد مهم كلش على مود يسوي السيل وول، اوكي، ف
يعني هنا الفكرة هو صار عندي بكتيريوسايدال، وراح تحشيه البكتيريوسايدال والبكتيريوستاتيك خلال الحديث عن أدوية الأدوية اللي ناخذها، الكيموثيرابي أو الأنتي بكتيريال دراجز وغيرها. أوكي، اللي يصير هنا أنه عندي فد أسيد موجود داخل الخلايا الباسيلاي، هذا طبعا الدراجز راح يحاول انه يمنع صناعة الميكوليك اسيد. هذا الميكوليك اسيد مهم بصناعة جدار الخلية، وبهالطريقة هذا راح يتكسر جدار الخلية، و طبعا هنا يصير سيل ديث طبعا اذا الجدار مالتها هو الحامل الرئيسي لها. اوكي، الميكوليك اسيد موجود فقط بالمايكوبكتيريوم تي بي، اوكي، المسؤول عن مرض التدرن. ولهالسبب هذا الاكتيفيتي مالت الاي ان اتش هي ضعيفه او غير او معدومه او ما موجوده بالاذر بكتيريا اور اتيبيكال مايكرو بكتيريوم، لانه عندنا انواع ثانيه من المايكرو بكتيريوم. الريزيستنت طبعا هي المشكله الحقيقيه اللي تصير، وسببها انه سوء استخدام العلاج، ما نستخدم الكميات الصحيحه وبالجرعه الصحيحه. تصير عندي ميوتيشن بالإنزيم اللي هو يغير لي الاي ان اتش اللي اكتيف متابولايت مالته، واللي هو يصير وين مثل ما قلت لكم، هو اللي يصير انسايد زي مايكوبكتيريوم. اوكي، هذا الريزيستنس الحقيقيه اللي بعدين راح تصير فعاليه مالت العلاج كلش ضعيفه، ولهذا احتاج انا كومبينيشن دائم. الفارماكوكاينتيك مالته مثل ما قلنا هو بكتيريوسايدال، بكتيريوسايدال عفوا، يعني قاتل للخليه. البي لايبو فيليك كونتنت، ولهذا بسهوله طبعا يعبر السي اس اف ونستفاد من عنده اذا يعني عندنا مشاكل من الكي بي منجاتس او غيرها. الابزوربشن مالته عالي بعد ما نستخدمه بالاورال ادمنستريشن، يعني يقدر يتجمع بالكازيه الليجن، لكن الاتاك مالته المهمه، الاتاك مالته والعمل مالته مثل ما قلت لكم بالاكسترا سيلولر وانترا سيلولر باسيلاي. بالنكروتيك تشو هو ضعيف عكس الريفامبسين، الريفامبسين كلش فعال عندي بالنكروتيك تشو. مثل ما قلت لكم مشكله المايكوبكتيريوم، مشكله التدرن، مشكله التي بي الحقيقيه هو النكروسز اللي يسوي، يعني هاي عمليه موت الخلايا وعمليه خلق نسيج ميت وتالف، يعني هذا النسيج اللي بي ابسيز اللي بي كولكشن اللي بي هذا النسيج هو المشكله عندي، لانه هذا يصير بي ري اكتيفيشن مره ثانيه، ينشط مجرد ما ضعفت مناعه المريض راح يصير ري اكتيفيشن وتنطلق مره ثانيه الباسيلاي اللي هي تي بي باسيلاي. وهنا المشكله الحقيقيه انه راح تنتشر مكانات هواي بالجسم كانه مالجنسي وصار له سكندري متاستس. اوكي، طبعا هو اسيتريد بالليفر، ولهذا الناس اللي عندهم اسيتيليشن عالي كلش مهم، لانه راح يقلل الدوز مات، راح يقلل العفو الاكتيفيتي مالته. والناس اللي عندهم لو اسيتيليشن وايد تقريبا شيء جيني يفرق بين شخص وشخص. اوكي، الاستعمالات ثيرابيوتيك يوزز مالته مثل ما قلت لكم هو الشغله الوحيده اللي نستخدمه بالتي بي، لكن نستخدمه اذا اردنا نعالج التي بي لازم نستخدمه يعني ويا واحد او اثنين من الفيرست لاين دراجز حتى نقلل الريزيستنس مالت البكتيريا باتجاه الادويه. بعض الحالات يستخدمون بروفيلاكسيس اللي الناس عندهم كلوز كونتاكت، اللي عندهم مثلا رجل كبير بالعمر ويعاني من السل والتدرن وعايش وياهم بالبيت. الاي ان اتش نقدر نستخدمه بمفرده. مشاكله طبعا الادفيرس افكت واللي هي هاي مهمه بالنسبه لكم تعرفوها،
لأنه مثل ما قلت لكم إياه ولا يبوفيلك، ف100% الميتابوليزم ما راح يصير بالليفر، فراح يصير له ميتابوليزيشن وي أذر درايز، لأنه راح يأثر على سيتوكروم بي 450 مثل الأدوية اللي يأثر عليها الفينيتوين وغيرها. عنده مشكلة هو نيوروتوكسيستي، طبعا مثل ما قلت لكم هو له علاقة بالفيتامين بي 6، والفيتامين بي 6 مسؤول عن ال يعني البرفرال نيوروباثي. هذا هو أكثر شيء اللي يصير عندهم بالناس اللي هو سلو أسيتيليتر، اللي راح يتكدس عنده نسبة كلش كبيرة من الاي ان اتش، حتى نقلل تأثيره نقدر نستخدم الفيتامين بي 6 نعطيه للمريض اللي ياخذ الاي ان اتش. ودعمه طبعا مثل ما يعني روتكم الصورة الأولانية، مريض التي بي إذا تنتبهوا له، يعني هاي هذه مجموعة الأدوية، يعني مثل ما يقولون ياخذ مجموعة كيف كامل من الأدوية كل شيء بيها، يعني بالإضافة للكومبينيشن اللي ياخذها الأنتي تي بي. أوكي، طبعا أنا يعني من مسويات كمختصر الآي إن إتش، يعني الآي إنهيبيشن أوف سيتوكروم نيوروتوكسيستي الإن، والإتش اللي هي كلش مهمة الهيباتوتوكسيستي والجوندس، وهذا لازم تراقبها عند المريض اللي ياخذ الآي إن إتش، وتشوف بين فترة والثانية الليفر إنزايم وغيرها. مثل ما قلت لكم هو ميتابولايزد بالليفر، فهذا الشيء اكيد طبعا راح يصير له اكيوميليشن. المريض اللي يعاني اصلا من مشاكل بالليفر عند كرونيك ليفر ديزيز او غيره راح تزيد عنده المشكله هاي، ولهذا السبب انا اغلبيه هاي الادويه احاول انهم يعني اتجنب استخدامها فترات طويله جدا. واثنين الجرعه، يجوز انا احتاج انه اقلل الجرعه حتى اخفف على التاثيرات على الكبد. ومثل ما قلت لكم الناس اللي يصير عندهم هذول الناس الرابيد اسيتيليتر اللي عندهم عملية تكسر عالية، فشي كنت راح يصير عندهم تراكم كل شوي للعينيش داخل الليفر. الاتش الثانية الهايبر سنسيتيفيتي والراش والفيبر، والأخيرة اللي هي هيموليتيك أنيميا، لأن الناس اللي عندهم جي 6 بي دي ديفيشنسي، طبعا كل شيء مرتبط بالليفر. انا ما اريد اتحدث في الجرعه ايش قد راح تعطي وايش قد المريض ياخذ، وهذا مو مهم، مو مهم، انت المهم ده الاساسيات تعرفها، وباشر عقبه من يعني يجيك للطوارئ او الاستشاريه او لاي مكان انت تداوم به، وخاصه طبعا المراكز الصحيه، هم كلش يراجعون المراكز الصحيه هم هذول المرضى، لانه باعتبارهم مرضى يعني مزمنين ومتعودين على المراجعات هاي المكانات حتى ياخذون الجرعه مالتهم والادويه مالتهم. فراح من راح يجيك راح يراويك هاي مجموعه الادويه، فانت تكون لازم عندك المعلومه ومحصن نفسك تعرف شنو هذا المريض ايش ياخذ. الدواء الثاني بالمجموعه هو الريفامبسين. الريفامبسين هنا بالنسبه لنا شويه اقوى من الاي ان اتش بمن بانه يخترق النكروتيك تيشو انترا سيلور واكسترا سيلور، يعني يشتغل على المكانات الثلاثه. طبعا فكرته تفرق عن فكرة اللاينج والباقيات، انه ذي الشيء يعتمد على الميكوليك اسيد، يعني السيل وول يفلشه. هنا لا، الريفامبسين يعني هو على الدي ان اي ديبندنت ار ان اي بوليمريز انزايم، يعني الانزايم الموجود الار ان اي بوليمريز اللي يصنع لي الدي ان اي مات خلية أو هاي أو عصيات كوخ أو غيرها أو تي بي سيل. أوكي، الفكرة الأساسية من عنده أنه هو إفكت يعني التي بي باسيلاي ار ان اي السينثيسيس، العفو، الهيومن انزايم نوت افكتد، ولهذا السبب هو يعني الأدوية اللي يمكن استخدامها يبقى محدود بالتي بي. طبعا هو الاستخدامات هو الرفامبسين يقدر نستخدمه باليو تي اي بالسبتسيميا بغيرها من الأمراض، لكن أنا
حدد يعني أقلل استخدامه واستخدمه بصورة محدودة حتى أخاف من الريزيستنس ومشاكل الريزيستنس اللي أنا متوقع المريض هذا جزء واحد بصير عنده تيبي وأحتاج ريفامبسيك علاج التيبي وما أقدر أعالجه. طبعا هو بكتيريوسايدر مثل ما قلت لكم، وراح يشتغل على الار ان اي والدي ان اي وراح يفلش، فهو انترا واكسترا يعني اذر تايب من اتيبيكال مايكوبكتيريوم. وانا قلت لكم الملاحظه انه يقدر يشتغل على جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف بكتيريا، لكن استخداماته محدوده بالنسبه لي فابتعد عنه. ليش؟ لانه انا خاف يصير عنده ريزيستنس عالي من عنده، وخاصة إذا استخدمناه كأنتيبايوتيك، يعني استخدمناه كعلاجات لليو تي آي وغيرها والتهابات المجال البولي. وبعدين النتيجة النهائية أنا أشوف راح يصير عندي ريزيستنس عالي، وهنا قلت لكم راح تنخلق المشاكل في المشروع. السبب الرئيسي للريزيستنس مالته اللي دائما يجوز نسأل عنه أنه تشينج بالبوليميريز انزايم. طبعا هو بعد يعني شغلته على البوليمريز ار ان اي بوليمريز، فهنا راح يصير عندي تشينج بالار ان اي بعد ما تعرف على الريفامبسين، قدر يغير يغير شكل الباسيلاي وبدت يعني يصير لها دبلينج او غيره بعيدا عن نسخه الانزيم اللي جاي يشتغل عليها الريفامبسين الاوليه. طبعا أنا نسيتكم ملاحظة على NH جت بهذا السلايد الـ INH أنه عنده competitive antagonist من البارادوكسين وإنزيم أبو بروتين اللي هي يسوي البارادوكسين deficiency neurotoxicity، هاي side effect موجودة بس أعتذر جت ويا هنا. الفارماكوكاينتيك مال الريفامبسين طبعا هو absorbed orally ويقدر يوصل لكل أجزاء الجسم والفلويد مثل CSF وغيرها، إذا هو لايبوفيلك بكل سهولة يقدر يعبر ويخترق الفلويد. CNS مفيد بالنسبة لي، قلت لكم لأنه حالات من التيبي من الجايتس. أوكي، وكذلك يقدر يروح للتيبي مثل ما حكينا التيبي كافيتي السبيوتم، يقدر يعبر للماكروفيج اللي تقتل انترا ديكسترا تي بي باسيلاي، يعني حتى الماكروفيج اللي يحتوي على التي بي باسيلاي هم يقدر يقضي عليها لانه عنده قابليه على انه يروح للنكروتيك. طبعا اللي هو معروف هو هيباتيك متابلايز بالليفر، الاكسكريشن مالته بالبايل واليورين، وهذه المشكله عنده يخلي عندهم لون الادرار احمر، وهذا راح نضيفه بالسايد افكت مالتنا نسميها اورنج ريد ديسكلريشن مال اليورين ستول تيرز اند سويت. وطبعا المريض هنا من يشوف هذه الحالات عنده يخاف لانه هو اصلا يقح دم المريض، فيقول لك انا بعدها يعني انتشر تيبي بكل جسمي وبدأ يسوي لي حالة نزف. التريتمنت طبعا هو كومبينيشن نستخدم ويا الاين اتش او بايرزينامايد ريفامبسين واي ان اتش اللي هو موست افكتيف انتي تي بي دراجز، والبروتوكول الماشين عليه مثل ما قلت لكم انا انه هو يستخدمونه بالاستخدامات ثيرابيوتيك، نقدر نستخدم الاذر جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف تي بي، لكن لانه انا لانه استخدمه للتي بي فقط عفوا جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف بكتيريا، لكن انا لانه استخدمه للتي بي فقط فحاول انه اقلل استخدامه بباقي الالتهابات لانه خاف يخلق لي مشكله ريزيستنس. اوكي، والريزيستنس يجوز انا نحتاجه في يوم من الايام انه استخدم التي بي واستخدم بروتوكول التي بي واطلع انا مطيل المريض قبل فتره طويله لالتهاب ما يسوى، يعني يجوز التهاب مجال بولي انا اقدر اعالجه يعني بدائل كل شوي. فانا عندي بدائل لعلاج الانفكشن جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف انفكشن، وابتعد عن استخدام هاي الادويه لانه يكون الريزيستنس اللي يجوز يوم من الايام محتاج. كذلك علاج الليبروسي
طبعا استخدموا الدابسون، وهذا واحد من الأدوية المشهورة للليبروسيت. طبعا الليبروسيت يعني من الأمراض اللي انتشر يعني بداية القرن العشرين ونهاية القرن التسعة عشر، بين 1800 و1700. هاي الفترة الطويلة كلش كان موجود هنا. بعد الطب كان يعني مو كلش قوي، بعدين انتهى الليبروسي طبعا خلال الفترة الطويلة، وقليل جدا 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 نشوف حالات ليبروسي اللي هي مهم يعني البكتيريا تقريبا انتهت بعد، ما عندها مجال أو مكان أو ناقل أو وسط ناقل حتى تنتقل بيه. نستخدم بروفلاكسيس للبيشنت اللي يتعرض للمنينجايتس. بعضهم اللي يستخدم المنينجايتس مثل المنينجوكوكاي وإنفلونزا وغيرها. أوكي، أتش إنفلونزي. الأدفيرس إفكت مثل ما يعني نوهت لكم أنه أهم أدفيرس إفكت هو هيباتوتوكسيستي، لكن هو بالنسبة لهم قليل. اللي يصير عندهم abnormal liver enzyme والجوندس، especially الناس الكبار بالعمر واللي عندهم chronic liver disease. أوكي، وهذا أهم واحد بيه لأنه أخطر adverse effect من عنده. طبعا عندي مشكلة أنه مرات يصير microsomal enzyme induction واللي راح تقلل half life مال يعني بعض الأدوية اللي ميريل جوز يستخدمها. اوكي، عندنا فلو لايك سيبتوم يعني حس نشله وغيرها، اعراض نشله مثل ما قلت لكم ريد كلر يورين. واخر وحده هو جي اي تي ابسيت نوزل فوميت مسكراش، تقريبا اغلب الادويه تسويها في مرات بالامتحان. يعني ما يفضل انه انت يعني ميل تكتب له جي اي تي سبتم، قال لك ادفيرز افكت مال مثلا ريفامبسين او يعني تكتب لي جي اي تي سبتم، يعني شيء يعني معروفه يعني ها. لكن من تكتب له هيباتو توكسيستي هاي كلش مهم بالنسبه للسايد افكت. اوكي، الدواء الثالث اللي هو ايثامبيتول. طبعا الايثامبيتول طريقته شويه تفرق عن الباقيات الثانيين، اللي يعتمد على الأرا بينوسيل ترانسفيريز إنزيم اللي موجود بالسيل وول مات الباسيلاي، وهو مسؤول عن صناعة يعني جدار الخلية. فمشكلته الحقيقية أنه هو بكتيريوستاتيك للمافوبكتيريا، يعني ما راح يكسر الجدار بسرعة يعني فعالة جدا، ولهذا هو الإفكت ما راح يصير عن انترا اكسترا سيلول تي في باسيلاي. التأثيرات الجانبية ما تقليل، الريزيستنس ما تقليل، هذا السبب هو يعني مفيد بالعلاج، لكن مثل ما قلت لكم لازم استخدمه بكومبينيشن ويا الانش والريفامبسين حتى يقلل الريزيستنس مالتي. نستفاد من عنده ايثامبيتول انه يستخدم العلاج التي بي ديورينج بريجنسي، لان التوكسيسيتي مالته قليله، ومثل ما قلت لكم يا بكتيروستاتيك تعرفون انتي بايوتيك هي اما ستاتيك او سايدر. اوكي، الادفيرس افكت مالته حال حال الباقيات هم اكو بريفرال نيوروباثي، فيجوال ديستربنس طبعا جديده بالنسبه لنا، فيجوال ديستربنس اوبتيك نيوروباثي هم وحده من عندهن. عندنا مشكله يصير عندهم هو الهايبريوريسيميا والجاوت. اوكي، واللي هي قلبها اليوريك اسيد اكسكريشن. اوكي، يعني المرضى يعانون من آلام بالمفاصل وغيرها. الجي اي تي ديستربس مثل ما قلت لكم ان اغلب الادويه هذا تسويها. الجروب السائل الدور الرابع العفو اللي هو تقريبا يعني هم استخدامه أقل من استخدام الاثنين الأولانيات، الباريزينامايد. الميكانيزم أوف أكشن مالته طبعا هو يعني الإفكت مالته ينوخذ باي الماكروفيج، والماكروفيج تحول إلى أكتيف برودكت خلال الأسيد أسيدك ميديا واللي موجودة داخل الماكروفيج، ولهذا السبب
راح يسوي لي السيرور فانكشن اوف مايوبكتيريوم تي بي. فاذا هم وظيفته راح تكون على السير وول. طبعا هو هم يستخدم كومبينيشن ويا لاينج وريفامبيسين، على الاساس عندي ورفن اساسي وريفامبيسين ولاينج حتى يقلل الريزيستنس. اوكي، ادفيرس افكت مالته الهيباتوتوكسيستي والهايبر يوريك هايبر يوريسيميا العفو الجاوت، واللي هي هم نفس الشيء يوريك اسيست اكسكريشن. ستريبتوماسين واحد من الانتيبايوتيك المشهورة، هو بكتيريوسايدر يشتغل على الاكسترا سيلولار باسيلاي. لانه هو طبعا انكتف اجينست انترا سيلولار باسيلاي. ثيرابيوتيك يوزز طبعا مثل ما قلت لكم اكو كومبينيشن عندي اساسيه، ركن اساسي لانيتش والرفامبسين، فاستخدمها حتى يقلل الريزيستنس مالتها، وخاصه بالبرمانين تي بي والرينال تي بي. الادفيرس افكت مالته هو نفروتوكسيتي والاوتوتوكسيتي، اكسكريشن مالته عن طريق الكدني، في النفروتوكسيتي عالية. السكند لاين من الانتي تي بي دراجز اللي هي قليلة الاستخدام طبعا، يعني بارا امينو سلسليك اسيد، اثنوميد وغيرها، استخداماتها كلش قليلة، فلوروكوين و يعني بعض الأدوية. عمله هو طبعا نفس بعض نفس السلفونامايد، بهم يشتغل على المايكوبكتيريا بس استخداماته كلش قليلة. بعد سكند لاين، الفيرست لاين متوفر بسهولة، يعني حديث عن سكند لاين صراحة ما ضيعت وقت، باعتبار أنه الآي إن إتش والرفامبسين هن موجودات بكثرة. أوكي، الرجيم اوف تريتمنت مالتي، اذا بيشنت عنده اكتف تي بي احتاج الدوز الاولانيه 2 إلى 4 أشهر، مرات استخدم 4 دراجز حتى اتخلص من الريزيستنس مثل ما قلت لكم، وبعدها استمر كونتينوس فيس اللي هو 4 إلى 6 أشهر، استخدم بها الدوائر على الاقل، يعني اول 2 إلى 4 أشهر انا ابدي ب4 ادويه، وبعدين اقلل يعني اقل الموضوع إلى 2 أدوية لمدة 4 إلى 6 أشهر، فيصير المجموع النهائي عندي حوالي يعني 10 أشهر إلى سنة كاملة. بعض الحالات أنه أنا أحتاج اللي ناس يعني الليتن تي بي اللي عندهم تيوبر كريم بوزيتيف بس لكن ما ظهر عليهم مشاكل كلش واضحة، استخدم لهم الآي إن إتش 6 أشهر، أو استخدم الريفامبسين زائد الآي إن إتش مدة 3 أشهر. أوكي، الناس اللي عندهم مننجيز انفكشن اللي هي مننجيال تي بي، طبعا هنا احتاج بريد عاليه، صحيح ان ذني عبر البلد بريمريال بس انا احتاج من 12 الى 18 شهر، واضيف لهم ستيرويد لانه صار عندي مشاكل ايديما وغيرها بداخل البرين. الديورنج برجنسي مثل ما قلت لكم ايثان بتون قبل شوي حكينا عنه، الكونترا اندكيشن والستربتوماسين لانه يسوي لي كونجينيتال ديفنس. الاذر تي بي سيف فور بريجنسي. التي بي بالليفر ديزيز طبعا عايش من رفامبسين مثل ما حكينا، بارزينامايد بيها مشكله هيباتوتوكسيسيتي، يعني لكن بسبب فعاليتنا العالية لازم نسوي مونيتورينج لهن ومونيتورينج للبرفكشن، ويعني الناس اللي عندهم سيفير ليفر دامج نشوف وان دراج نقدر نستخدمه. هذه صورة عامة وفكرة عامة على التي بي. التي بي مثل ما قلت لكم إياها يعني ديزيز راح تشوفونها إن شاء الله بعد تخرجكم. خلال هاي السنين راح تكون سنين دراسة بالنسبة لكم، التي بي راح يعني مواضيع هواي أو مواد هواي راح تتطرق للتي بي باعتبار قلت لكم إياها من يعني الأمراض الشائعة ومنتشرة بمجتمعاتنا، وقلت لكم هاي المجتمعات اللي يعني بعضها low educated، هو طبعا دول العالم الثالث التي بي هو واحد من الأمراض الرئيسية بها، واحد من الأمراض اللي تسوي نسب وفيات كلش عالي بها،
بالإضافة للأمراض اللي باقية يعني، وخاصة مثلا نحس على مثل ما دول أفريقيا وغيره وغيره، وهذا طبعا بالإضافة للإيدز، وهذا التيبي واحد والملاريا وغيرها. التيبي واحد من الأدوية اللي هي اندمك بها وتسوي مشاكل كل شوية، فراح تشوفون راح ناخذه تاخذونه بأكثر من عنوان. لكن الصفة أو الثيمة لمرضى التدرن أو السل هو المريض اللي يصير عنده كحة، وهاي الكحة وياها دم، فيجيك المريض إن كان للاستشارية أو للطوارئ أو لأي مكان، قال لك دكتور أنا شكلي عندي تدرن أو سل رئوي. طبعا مثل ما قلت لكم سابقا كان يعني المرض شاع لدرجة بأنه أنت إذا يعني أحد يتمنى لك السوء فيقول لك إن شاء الله تنصاب بتسلل سيل أو تدرن أو غيره، أوكي؟ يعني هيك قد ما كان المرض من السوء بأربعينات وخمسينات والستينات يعني القرن الفات، كان يعني في علامة سيئة أنه المريض شو اسمه يصاب بالتدرن والسل، لأنه النتيجة هو الموت الحتمي أو فترة علاج مزعج لستة أشهر أو سنة كاملة. أنا ما أريد أطيل عليكم طبعا. الليبروسي هو سببتكم يعني شبه القضاء عليه. الدابسن واحد من العلاج مالته. المهم الأدوية الميكانيزم نفس السلفونامايد، هو بكتيريوستاتيك راح يسويه، هم نفس الشيء من 2 إلى 5 سنوات يستمر المريض على علاج الدبروسي. الريفامبسين نقدر نستخدمه واحد منهم. كلوفا زمين همين واحد من الأدوية اللي يستخدمها، هم نفس الشيء يحتاج فترة طويلة. طبعا هذه موجود في المحاضرة، حاولت أختصرها لأنه قلت لكم يا هي المحاضرة بوست جراجويت لموضوع التيبي، ولكن إن شاء الله بالدوام هسه وخلال فترة دراستكم راح تشوفون هواي يعني مواضيع متعلقة بالتدرن أو التيبي، راح تشوف راح تاخذونه بالباطنية بالهيستوباثولوجي، راح تاخذونه بالراديولوجي بالراديولوجي، كل شيء هواي الحديث عن التيبي، بالجراحة بالكسور وغيرها وغيرها وغيرها، يعني باعتبار مرض راح يمر عليكم كل شوية لازم عندكم فد بيز داين عنه. شكرا طلاب، وإن شاء الله صيام مقبول مقدما، ويكمل الشهر علينا وعليكم بالخير والبركة. شكري موجودين ولهم قليلين بس شكرا. هلا هلا بنات، يا اهلا وسهلا. شكرا طلاب، بس الرسل دائما اقول لك اياها اوراق الغياب، اوكي ان شاء الله يعني ان شاء الله وصلتك ذاك الاسبوع إن شاء الله. وهذا إن شاء الله تسلمون دائما. حلو حلو.